دوليا تتواصل الندوة 46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه إيكوكو المنعقدة بالبرلمان الألماني البونستاخ ببرلين بألمانيا، حيث يعرف اليوم الثاني دراسة جدول أعمال الندوة على مستوى عدة ورشات أهمها ورشة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ونهب الثروات الطبيعية للمنطقة. بالنسبة لليوم الثاني من أشغال الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في برلين، يعني أهم محطات فيها اليوم هو توزيع المشاركين على ورشات. هاي الورشات أربعة، الورش يعني السياسية والإعلامية، ورشة حقوق الإنسان، ورشة حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وورشة حول إرساء مؤسسات الدولة الصحراوية. في هذه الورشات الأربعة اللي هي توزع المشاركين اليوم ولا توزعوا وباش يعني يتعمقوا في هذه المواضيع اولا، ثانيا ياك يقوموا بخطه ولا يعملوا على انجاز خطه عمل مشترك، يعني السنه القادمه ان شاء الله تكون خريطه الطريق في هذه الميادين الاربعه.